الحظوظ متساوية ولو أنها مختلفة جدا على الورق وعلى جدول التوقعات. إذا ذكرنا الحكم وبصافرة حكم اليوم يعقوب سعيد الحكم العماني، تنطلق مباراة اليوم يعقوب سعيد ومساعدينه الأول والثاني حميد طالب العماني ومحمد مصطفى الحكم المساعد الثاني الأردني وأدهم مخادمة الحكم الرابع الأردني أيضا كذلك. بالتالي طاقم اليوم تحكيمي ممزوج ما بين أردنيين وعمانيين. هنا كرة خطيرة أولى، تصويبة أولى، يا الله ما انتظرنا كثيرا، أول كرة أول لعبة أول صورة وعلى طول كرة في المرمى، جول 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 بأجمل تصويبة. أي بداية العراقي، أي بداية يا العراقي، السلام على التصويبة يا أسود، أي بداية يا أسود. المنتخب العراقي يعود لكي ينثر رعبه، لكي ينثر اسمه، لكي ينثر تشكيلته. مهدي علي ميمي هو الذي سجل، ميمي هو الذي صوب، ميمي هو الذي أطلق الفرحة في جميع أرجاء العراق. والآن الكرة وأجمل كرة في أول صورة، شوف اللعبة الماضية كنترول باليسار على طول بوم بأول لعبة أول كرة أول تصويب تأتي بالهدف، يا السلام كأجمل بداية، أجمل بداية وأروع حكاية مع ميمي ومنتخب العراقي في أول كرة أول صورة. يا عيني على هذه المعمورة المنتخب العراقي.